اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من المطبخ. يا رب حلقه النهارده تعجبكم وتكون وصفاتها حلوه وعلى مزاجكم. قبل ما ابتدي الحلقه عايزه اقول لكم ان انا ان شاء الله الاسبوع الجاي هنزل لكم منيو رمضان، اللي هو هنزل منيو اسبوع باسبوع للاكلات المقترحه مني انكم تعملوها في رمضان عشان اسهل عليكم كل يوم بكره هنعمل ايه بكره هنعمل ايه. هيكون في بدائل للناس اللي بتعمل دايت، وهيكون في بدائل للناس اللي عايزه سي فود. هبتدي ان شاء الله من الاسبوع الجاي هنزله اسبوع باسبوع ايه اللي ممكن ناكله في رمضان. اول وصفه هنعملها مكرونه بالبتنجان والبشاميل، وفيها فراخ مش لحمه مفرومه. وصفه حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله. المقادير بتاعتها نص كيلو صدور فراخ مكعبات مسلوقه، كيلو بتنجان ترانشات مقليه، 5 كوبات بشاميل، بشاميل عادي خالص اللي احنا بنعمله، نص كيس مكرونه مسلوقه 250 جرام، يعني هاخد 250 جرام لو الكيس 500، لو الكيس 400 هاخد اكتر من نص بشويه، قرنين فلفل حراق، بصله كبيره مفرومه، وثلاث فصوص ثوم، وكوبايه موتزاريلا، وكوبايه مرقه اللي انا سلقت فيها الفراخ المكعبات. هقول لكم المقادير تاني، بس انا بحط البصل عشان زيت سخن. نص كيلو صدور فراخ مكعبات مسلوقه، هي دي اللي انا هاخد كوبايه من المرقه بتاعتها، وكيلو شرايح بتنجان مقليه، 5 كوبايات بشاميل، نص كيس مكرونه 250 جرام، قرنين فلفل حراق او زي ما انتم عايزين، يعني ممكن تستعملوا فلفل رومي العادي، بصله كبيره مفرومه، 3 فصوص ثوم، كوبايه موتزاريلا، وكوبايه مرقه فراخ. اوكي، ادي انا بشوح الاول. ممكن بقى نحط اي خضار احنا عايزينها، ممكن تزودوا مشروم، ممكن تزودوا بروكلي، اي خضار انتوا عايزين تزودوها معاها مش هتقول لا. وادي الثوم، بس هي بتبقى حلوه قوي ومختلفه، وطعم البتنجان مع البشاميل مش عايزه اقول لكم رائع. مجرد يصفروا، انا مش عايزاهم يغمقوا، يصفروا ريحتهم تطلع كويس قوي. هضيف لهم الفراخ اللي انا مقطعاها، يا اما بعملها مكعبات واسلقها، يا اما بسلقها الاول بعد كده بفصصها من بعضها. ادي الفراخ، هتتقلب مع البصل والفلفل، هسيبها دقيقه على النار على ما ابتدي اعمل طبقات الفايلكس او الطاجن اللي عندي. اول حاجه انا بستعملها بحط طبقه من البتنجان، ما بدهنش الطاجن، طبعا البتنجان مقلي فمش محتاج ان انا احط عليه احط تحتيه زيت، وهحط اول لاير او اول طبقه من صوص البشاميل. طبقه بسيطه، انا مش عايزه كتير عشان كده انا بحط الشوربه عشان ما تبقاش ناشفه، يعني علشان كده الشوربه بتخليه كله كده رهف مع بعض. يبقى اول طبقه بتنجان، بعد كده بشاميل، بعد كده بقى هحط الفراخ. طبقه الفراخ بالبصل والفلفل بحطها، بحط بعديها بقى ايه المكرونه، ما بحطش بشاميل تاني الاول، اول بحط مكرونه. بصوا اي نوع مكرونه عندي ممكن استعمله، مش شرط نوع معين، بس انا استعملت المكرونه الفرن عشان احنا متعارف عندنا ان المكرونه القلم دي البنة هي بتاعه البشاميل. وبعدين هحط شويه بشاميل، بوزعهم، وفي المرحله دي بقى بحط الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان انا عايزه الطاجن يبقى لوز من بعضه كده، مش عايزاه يبقى ناشف. اهي ممكن اخلط البشاميل، يعني اقلب المكرونه قبل ما احطها في البشاميل، بس هي كده يعني مش محتاجه اكتر من كده اهو. بعدين هحط طبقه ثانيه من البتنجان، ممكن احط طبقه ممكن احط طبقتين حسب بقى انا بحب البتنجان قد ايه. هو هنا اهو بيبقى البتنجان كتير، يعني هي مش مكرونه بالبتنجان، هو بتنجان بالمكرونه، البتنجان كتير. ممكن البتنجان اسقطه في ميه مغليه زي ما عملنا واحنا بنعمل مقلوبه علشان اقلل الزيت اللي فيه، يعني اخده غلوه كده في ميه مغليه وارمي الميه بتاعته، هينزل لي اغلب الزيت اللي فيه واستعمله بعد كده اهو. الوصف بتاعت الميه المغليه دي ممكن استعملها مع اي بتنجان انا بعمله، بس يكون مطبوخ، يعني ما ينفعش بتنجان سلطه،
لازم يكون طبخها زي المسقعه مثلا. برضو المسقعه لما بشيل الزيت بتاعها بتبقى اخف كتير جدا. خلاص ادي حطينا طبقه البتنجان، هحط بقى اخر طبقه من البشاميل وعليه الجبنه الموتزاريلا وهدخلها الفرن. مجرد ان الحراف بتاعتها هتغلي هشغلها الشوايه، يعني مش هخليها اكتر من كده، مجرد انها تغلي كويس جدا هشغلها الشوايه تتحمر وشها واطلعها وبالهنا والشفا. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. من جديد هنعمل وصفه سهله جدا وحلوه قوي والولاد بيحبوها جدا، اللي هي الفراخ المكسيكي. اي اكله مكسيكي بتعتمد على حاجتين، الخضار والذره وساعات الفاصوليا الحمراء كتير، والتاني حاجه البهارات بتاعتها. وانا هقول لكم النهارده وصفه حلوه للبهارات المكسيكي علشان نستعملها في اي خلطه اكل مكسيكيه. اول حاجه المقادير بتاعتنا، هستعمل نص كيلو صدور فراخ مقطعاها مكعبات كبيره، هستعمل ليها تتبيله من معلقتين صويا صوص، معلقه عسل كبيره، معلقتين خل تفاح. التتبيله دي بنقعها فيها 3 ساعات، يبقى نص كيلو الفراخ ده انا نقعاه معلقتين صويا صوص، معلقه عسل، معلقتين خل تفاح. هستعمل بقى في الوصفه بصلايه كبيره مكعبات، وحبتين فلفل رومي مكعبات كبيره، جزره مبشوره، نص كوبايه مشروم شرايح، ونص كوبايه ذره، حبتين طماطم مكعبات، معلقه كبيره معلقه صغيره صلصه، معلقتين كبار كاتشب، معلقتين كبار باربيكيو صوص، ومعلقه كبيره بهارات مكسيكيه. نقول تاني، بصله مكعبات كبيره، حبتين فلفل رومي مكعبات كبيره، جزره مبشوره، نص كوبايه مشروم شرايح، نص كوبايه ذره، حبتين طماطم مكعبات، معلقه صغيره صلصه، معلقتين كبار كاتشب، ومعلقتين كبار باربيكيو صوص، ومعلقه كبيره بهارات مكسيكيه. طب نقول البهارات المكسيكيه سريعا كده، هي معلقه كبيره كمون محمص ومطحون، تحميص الكمون والكزبره مهم جدا في الوصفه دي، ومعلقه كبيره كزبره متحمصه ومطحونه، معلقه كبيره بابريكا، ومعلقه كبيره اوريجانو، معلقه صغيره شطه، ومعلقه صغيره بودره ثوم. الحاجات دي كلها تبقى مطحونه وتتحط على بعضها، يبقى معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره كزبره، معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره اوريجانو، معلقه صغيره شطه، ومعلقه صغيره بودره ثوم. البهارات دي معلقه كبيره منها هاخدها احطها على الوصفه بتاعت النهارده. انا نقعت زي ما قلت لكم الفراخ ساعتين ثلاثه، وبعدين شوحتها في معلقه زيت لغايه لما بصوا بقى لونها كده اهو، شربت كل التتبيله بتاعتها، يعني بحطها في الحله بالتتبيله بتاعتها كلها لغايه لما تشربها. خلاص هبتدي بقى ايه، احط لها الخضار تتشوح معاها، اللي هي الجزر والبصل والفلفل. انا مش هحط لسه الطماطم دلوقتي ولا المشروم عشان انا مش عايزاها تنزل ميه، انا عايزاها تتحمر شويه مع الفراخ دقيقه يعني، بس تتقلب معاها دقيقه وبعد كده ازود لها الطماطم والمشروم، لان الطماطم هتنزل ميتها وانا مش عايزاها تنزل ميتها غير لما احمر البصل شويه. ما حمرتوش لوحده البصل والفلفل برضو عشان انا عايزاه مقرمش، علشان كده انا قلبت الفراخ الاول وشربتها ميتها، بعد كده حطيت عليها بقيه الحاجه. هحط بقى المعلقه بتاعت البهارات بتاعتي واقلب تاني، هتلاقوا ريحتها بقى ايه تطلع، ريحتها بتبقى حلوه قوي. البهارات دي فيها بودره ثوم عشان كده انا مش حاطه ثوم في الوصفه. كده اهو بقى ابتدي احط الطماطم والمشروم، ميه بتاعتهم اهي، هقلب الطماطم تطرى شويه مش كتير، مجرد ان انا لسه هحط لها شويه ميه فهي هتطرى كده كده اوريدي، بس بقلبهم معاهم. والذره بقى اخر حاجه، لانها الذره لو حطيته وقلبته ممكن يتهري معايا، انا عايزه الوان الخضار تفضل فريش كده ويفضل مقرمش معايا. بص الطماطم مكعبات كبيره ازاي، كده اهو الطماطم مكعباتها كبيره على غير ما احنا متعودين في الوصفات العاديه. هحط الذره، وبعد الذره هحط بقى شويه ميه عشان ابتدي احط الحاجات بتاعه الصوص. يعني نقول هناخد نص كوبايه ميه، هحط بقى الكاتشب، الكاتشب والباربيكيو صوص،
لو ما بنحبش الشطه ما تحطوش في البهارات شطه. بس هو الاكل المكسيكي دايما معروف ان هو حراق قوي، عاملين زي الهنود كده بيحبوا الشطه كتير. اهي لو انا حاسه ان الصوص سميك هزود ميه تاني، بس هو الصوص كده حلو قوي. هتغلي غلوتين وهقدمها مع رز بسمتي، بسلق الرز بسمتي زي ما بنسلق المكرونه كده في ميه كتير وملح وشويه زيت وبصفيه، بيبقى حلو قوي معاها، سعراته بسيطه وبيبقى طعمه حلو قوي معاها. تغلي غلوتين وهطفي عليها وهقدمها مع الرز. ونروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوا. احنا البتنجان بتاعنا طلع اهو، البتنجان بالبشاميل والمكرونه، لو جربتوه هيعجبكم جدا ان شاء الله. وده برده المكسيكان اهو خلص عندنا، ممكن برده الكاميرا تجيبه. إيه استاذ عسكر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام ايه؟ ازاي حضرتك؟ الله يخليك، انت منورين الساسه، قناه الساسه كلهم، يعني مش قادر اتكلم. الله يخليك، ده من نورك. يعني حببت الناس كلها في قناه الحياه والله. تسلم والله. الله يخليك. والله سلام جاي لكم انت والشيف يسري من ايطاليا، من عدلي عمر ومصطفى الصعيدي. الله يخليك. فبوصله بس بقولوا لكم يعني مالكوش بركه الا احنا في رمضان. اه طبعا ان شاء الله انتوا بركتنا والله كلها يا حاج عسكر. الله يخليك. متشكره جدا لذوقك. متشكرين جدا يا الله يخليك. هنعمل دلوقتي صنف حلو سهل جدا، ساعات بيفضل عندي بواقي كيك، ساعات الكيكه بتنشف مني ما بعرفش اعمل بيها ايه، فهقول لكم على طريقه نعمل بيها كوبايات من الكيك والبودنج كده بالكراميل، حلوه جدا وسهله. هنقول دلوقتي المقادير بتاعتها ونعملها مع بعض. هحتاج كيكه شوكولاته او بواقي كيك عندي من الشوكولاته، انا هستعمل شوكولاته لان انا هعمل البودنج بتاعها، الصوص بتاع الكريم كراميل بتاعها ابيض. لو انا عندي الكيكه بيضة هحط معلقه كاكاو على الصوص ده عشان اعمل فرق في اللون في الطبقات. خلاص البودنج بقى اللي انا هحطه ده عباره عن ايه؟ باكو كريم كراميل الباودر بتاعه، مش هعمله بالميه، هو باكو كريم كراميل باودر من غير السكر بتاعه. علبه زبادي متصفيه، علبه زبادي اللي هي الصغيره ال 100 جرام دي، معلقتين كبار قشطه، كوبايه لبن، باكوهين كريم شانتيه باودر. يبقى انا هقول من تاني، باكو كريم كراميل باودر، علبه زبادي متصفيه، معلقتين كبار قشطه، كوبايه لبن، باكوهين كريم شانتيه باودر. وهزوقها من فوق بشويه شوكولاته، اي جناش شوكولاته عندي هخففها بس بشويه لبن واحط صوص عليه او اي صوص شوكولاته عندي. هعمل ايه؟ هبتدي احط اول حاجه اول طبقه من الكيك واضغطه في الكاس او في الكوبايه، بضغطه علشان ما بقاش فيه فراغات، واجي احط الصوص الاقي الصوص نزل حوالين الكوبايه وبعدين كلها هيبقى لون واحد. بضغط الكيك جامد كده واعمل زي هول او زي حفره بسيطه قوي كده في النص علشان ينزل فيها الصوص. هبتدي اخلط بقى المكونات كلها عندي بتاعه الصوص. يا مريم. ايوه الو. أيوة يا مريم. ايوه الو، ازي حضرتك؟ الحمد لله، انت ازيك؟ الحمد لله يا عمر. انا بتذكرك قوي وانا من لبنان حقيقه، من هنا. اهلا وسهلا بيكي. تسلمي حبيبتي، انا في اسكندريه وخدت منك حاجات كتير قوي وبعملها في لبنان. الله يخليكي، تسلمي. وانا جايبالك لبرنامج المطبخ كتاب عن اللبناني. حلو قوي، حلو قوي. في اسكندريه بس ازاي هوصله لك؟ بصي اقول لك حاجه، انت خدي تليفوني من الكنترول وهكلمك وناخده منك ان شاء الله. والف شكر ليكي ولكل اهل لبنان، كلنا حبايب وكلنا عرب، واهلا وسهلا بيكي في مصر يا حبيبتي. إيه هحط الحاجات كلها بتاعه البودنج اللي هي القشطه والكريم كراميل والزبادي والكريم شانتيه باودر وكوبايه اللبن، كلهم بضربهم مع بعض. يا احلام. ايوه. الو، ازي حضرتك؟ تسلم ايديك على كل اللي بتعمليه. الله يخليك يا حبيبتي. وعايزه من حضرتك القرع العسلي الحلو. عينيا هقوله لك، احنا عملناها بس هقوله لك عينيا الاثنين. خلاص انا ضربتهم مع بعض. بصوا بقى عشان احطهم في الكوبايات، لو الكوبايه عندي مفتوحه كده اهو مفيش مشكله، بس مش كلنا عندنا الكوبايه دي، علشان كده انا عملت اصلا الكوبايات اللي انا عاملاها من الاول. ممكن تورينا الكوبايات؟ الكوبايه عاديه، لان انا ممكن استعمل اي كوبايه عندي علشان احط فيها، بس الكوبايه تبقى شفافه. هحط البودنج ده
على الكيك، يا اما بمعلقه علشان ما اوسخش الكوبايه تبقى الجناب عندي نظيفه، يا اما هستعمل كيس لو انا ما عنديش القمع ده. لو انا ما عنديش القمع ده هستعمل كيس، هجيب كيس من بتاع الساندوتشات هحط فيه صوص وافتحه من تحت بالمقص واحط بيه علشان ما اوسخش الكوبايه. لو انا هستعمل بص كوبايه عاديه كده اهو، الكوبايه دي لو انا جيت صبيت من هنا او بكبشه هلاقي الجناب بتاعتها اتوسخت. فعلشان اخليها نضيفه معايا اعمل ايه؟ يا اما احطه في كيس، يا اما احطه بمعلقه، يا اما اجيب القمع ده. بصوا بحط لير كده اهو من الصوص، وبعد كده اهو ادي هنا لير وهنا لير، وبعد كده اهو ارجع احط طبقه تانية من الكيك المفتفت. طبعا الكيك كميته بالنسبه للبودنج ده يرجع للذوق الشخصي. لو انا بحب الحاجه السايله اكتر كده والبودنج اكتر هحط بودنج اكتر من الكيك، لو انا بالعكس بحب طعم الكيك اكتر هزود في الكيك. وزي ما قلت لكم لو انا الكيك اللي عندي مش شوكولاته هحط بقى كاكاو في البودنج ده علشان يبقى في فرق في الالوان عندي، يبقى في فرق في اللون، يبقى شكلها حلو في الاخر. العين بتاكل يا جماعه. الوصفه سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله. طب لو انا الكيكه كانت عندي ناشفه، يعني انا لو الكيكه نشفت مني في الفرن وعايزه اعملها كده، ممكن اسقيها بقى قبل ما فتفتها بربع كوبايه عصير. فتحي معانا؟ فتحيه. ايوه. الو؟ ايوه ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ بقول لحضرتك حاجه. عينيا. انا عايزه نمره حضرتك و وتعديل الفراخ تاني لو سمحت. عينيا. هعيد الوصفتين الاولانيين من تاني، يعني عينيا الاثنين. وهحط تاني كميه، ممكن اعملها مش مستويه. يا مريم. مساء الخير يا شيف ايه. يا مريم تسلم ايدك. وايدك يا حبيبتي. بعد اذن حضرتك ممكن تنزلي لي بودنج الكريم كراميل اللي هو بالبسكوت اللي هو الالوان؟ اه هقوله لك اخر الحلقه. عينيا عينيا. بودنج الكريم كراميل البسكوت اللي هو طبقات الكريم كراميل. بعد كده اهو بقى هزوقه يا اما بشوكولاته مبشوره كده اهو على الوش، او بحطه مثلا كور من الشوكولاته، او زي ما قلنا عندي جناش شوكولاته بخففه بشويه لبن واحط شويه عليه، زي يعني اي حاجه عندك. اي مين معايا؟ ملك. ايوه يا ملك. ايوه يا شيف ايه. ايوه روحي ازيك، انت عندك كام سنه؟ انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي يا حبيبتي. عندك كام سنه؟ وطي التلفزيون بس. عندي 10 سنين. يا روحي خدتي الاجازه خلاص. 10 سنين. طب عايزاني اقول لك على حاجه؟ عايزه طريقه عمل البيت ده، انا كان نفسي من عايزه اعرف طريقه عمل البيت ده. عينيا هقول لك على اسهل بيتزا ممكن تعمليها من عينيا. يبقى كده اهو احنا هنزوها باي حاجه عندي، مكونات عندي. قبل ما اطلع بريك عشان ما نلحق وما ننساش على البيتزا، انا هقول لكم على اسهل طريقه بيتزا في الدنيا تعملوها، اسهل عجينه بيتزا. كل كوبايه دي ذات الاختمار اللي هو الخميره موجوده فيه، بحط لها كوبايه زبادي متصفي، بحطهم على بعض بتتعجن، بتبقى عجينه بيتزا تحفه، ولا ميه ولا اي حاجه خالص. كوبايه دي ذات الاختمار مع كوبايه زبادي متصفي يتعجنوا مع بعض هيعملوا لك احلى عجينه بيتزا. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا من جديد. هنقول بسرعه الحاجات اللي طلبت مننا عشان وقت الحلقه. هعيد الفراخ المكسيكي، لكل نص كيلو صدور فراخ مكعبات بحط تتبيله معلقتين صويا صوص ومعلقه عسل ومعلقتين خل تفاح، بسيبهم ساعتين ثلاثه في التتبيله. هستعمل بقى في الوصفه بصله كبيره مكعبات، حبتين فلفل رومي مكعبات كبيره، جزره مبشوره، نص كوبايه مشروم شرايح ونص كوبايه ذره، حبتين طماطم مكعبات، ومعلقه صغيره صلصه، معلقتين كبار كاتشب، معلقتين كبار باربيكيو صوص، معلقه كبيره بهارات مكسيكيه، وبحط معاهم حوالي نص كوبايه ميه عشان يعمل لي الصوص ده. طبقات الكريم كراميل الملونه اللي عملناها قبل كده ببقى عايزه 3 باكوات كريم كراميل، 3 باكوات كريم شانتيه باودر حوالي 150 جرام، علبتين كبار قشطه 400 جرام، كوبايه ونص ميه، بسكوت ميري حسب ما هياخد عندك الطبقات، بين الطبقات حسب ما هياخد معاكي بسكوت ميري، معلقتين كاكاو خام،
3 باكوهات جيلي احمر، 2 باكو كريم شانتيه باودر علشان الجيلي. الكريم شانتيه تاني غير الاولاني، الاولاني هحطه مع الكريم كراميل، الكريم شانتيه دوت الباكوهين هيتحط مع الجيلي. كوبايه ميه وربع، كوبايه كبار ميه وربع. القرع العسلي اللي بجيب انا، القرع العسلي لو انا مقطعاه عندي بحط عليه شويه سكر واحطه على النار لغايه ما يتكرمل، وممكن اعمل له شويه كوبايه كراميل واحطها عليه بيتجمد معاه بيبقى كراميل، وبعدين بعمل له كريمه من النشا مش من الدقيق عشان ما يبقاش بشاميل، يبقى كريمه. يعني مثلا 3 كوبايات اللبن ليها 3 معالق نشا، وكل كوبايه ليها معلقتين سكر. هو معلش وقت الحلقه خلص، فاحنا بنجري معاكم معلش اعذرونا. ان شاء الله اشوفكم بكره في حلقه جديده. كل وصفات هتلاقوها على الفيسبوك على صفحتي، الحلقات كمان هتلاقوها على صفحتي ان شاء الله. اشوفكم بكره على خير.